تخيلوا فنانا يرسم لوحات بفرشاة مغمسة في الدم البشري، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة عن فنان استثنائي يدعى فينسنت كاستيجاليا الذي يحول الألم إلى فن حقيقي. ولد فينسنت عام 1982 في نيويورك، وبدأ رحلته الفنية في سن مبكرة، ولكن ما يميزه حقا هو أسلوبه الفريد في الرسم. فهل تعلمون أنه يستخدم دمه الخاص كوسيط للرسم؟ في عام 2006 بدأ فينسنت استخدام دمه في رسم لوحاته المذهلة، إذ يسحب حوالي 15 مللتر من دمه شهريا ويستخدمه لإنشاء لوحات واقعية مذهلة بتفاصيل دقيقة. يصف أعماله بأنها لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية، وقد عرضت في معارض مرموقة حول العالم، كما رسم غلاف ألبوم لفرقة موسيقية شهيرة. مؤخرا عثر على فينسنت فاقدا للوعي في منزله بمنطقة تونتنفيل بعد تناوله جرعة زائدة من الممنوعات، وعند وصول الإسعاف اكتشفت الشرطة وجود أسلحة غير مرخصة وذخائر متنوعة. والآن بدلا من عرض لوحاته يواجه تهما جنائية وهو محتجز بكفالة 100 ألف دولار.